سمعنا الباب انكسر، كنت أي ساعة يعني؟ الساعة 3 ورابع 3 وثالث، ما يعني وصلنا لهان أنا وأختي، عم له يعني في أولاد ناموا هيك، قال لي زحوا من الطريق. في الثالثة فجرا بدأ الجيش حملة دهم لأماكن مطلوبين للعدالة في جرائم مختلفة في حي الشراونة في منطقة بعلبك. عملية الدهم لم تمر على خير، إذ تعرض الجيش لإطلاق نار كثيف من مسلحين، ما أدى إلى تبادل للنار، أصيب في أثره 3 عسكريين أحدهم في حالة حرجة. أما غلة الدهم فاقتصرت بحسب بيان للجيش على أحد مطلقي النار على الدورية المدعو عين جيم، وهو مطلوب ب30 وثيقة بينها إطلاق نار وحيازة أسلحة واعتداء على مدنيين وعسكريين وسرقة سيارات والإتجار بمخدرات، كما تم ضبط السلاح المستعمل في الاعتداء. وذكر بيان الجيش أيضا أن عددا من المسلحين احتمى في منزل إحدى المحاميات وتدعى لام جيم، التي حاولت منع الدورية من توقيفهم وحرضت مسلحين آخرين على التصدي للدورية. إلى الشراونة توجهنا ودخلنا منزل الموقوف عين جيم، وهو عباس محمد جعفر من مواليد عام 81 رقم سجله 9. وعلمنا أيضا أن المحامية المذكورة في بيان الجيش ليست إلا شقيقة الموقوف عباس، التي كان لديها رد على بيان الجيش الذي لاحظ ملاغطات عدة بحسب المحامية. ما في مشكلة، أنا مش زعلانة أنه أخذوه، مش غلط. زعلانة على الطريقة؟ إيه، زعلانة على أسلوب التعامل، وزعلانة أكثر على البيان اللي صدر من قيادة الجيش أنه أنا عم بقوي مطلوبين وأنا عم حرضهم على إطلاق النار وانا عم بمنع دوريه من تنفيذ مهامها. هذا اللي زعلان عليه واللي بستنكره واللي برفض انه ينحط اسمي بهيك شغله. يعني شفنا عناصر هيك فريتين لجوا وعم بحكي معه انا انه شوفي، قال بدنا نداهم. بعد ما كملنا الكلمه بفوتوا لجوا على خيي بياخذوه وبيبلشوا في خبيط. عرفتي كيف؟ بتجي اختي بتقول له انه خذوه بس مش بهي الطريقه. يعني قلت له انا مش لازم انتم تتصرفوا معنا يعني بهي الطريقه، بدك تاخذوه خذوه. وبياخذوا بيوصلوا للبوابه بيكونوا عم بيدهموا محلات تانية، فجاه بنسمع اطلاق نار، بياخذوا خيي وبيفلوا. هذا اللي صار، يعني كل القصه 10 دقائق صارت العمليه. اطلاق نار من وين؟ من عده محلات، ما طرح ما كانوا عم بيدهموا، يعني ما بعرف من وين بالضبط. طب وليش من هون ما صار في اطلاق نار؟ ما صار في اطلاق نار لانه خيي ما كان معه سلاح اصلا يطلق النار، ومش معقول شخص واحد لحاله، حتى هن يعني بيعرفوا كيف اخذوه باي طريقه اخذوه، اذا كان معه سلاح او لا. طب انت برايك الجيش مش مفترض كمان يداهم محل ما في موقوفين؟ من حقهم يداهموا ويطبق القوانين على كل العالم، بس بصوره صحيحه وبصوره لايقه وبصوره يعني ما يكون في انتهاك لحرمه المنازل، بطريقه انه في اطفال وفي نسوان، ومش بطريقه انه يخلعوا ابواب ويفوتوا. اوكي، نحن بالعكس، انا اكثر وحده بحترم الجيش وبقدرهم يعني، وما منعارض ابدا بتطبيق القوانين وبياخذوا المطلوبين. بالعكس، نحن المؤسسة العسكرية لها احترام خاص، يعني خاصة عندي أنا. إيه أحي سكنت الجيش قدامي، يعني ما في شيء بعيد عني، يعني إحنا علينا هون إذا دبكوا هني واحد على الطريق باش يقف علينا. أي ساعة؟ الساعة 3:30 4. أيوة، وشو خصوا بيتي؟ بيتي ما خصوا شيء، هات لليل بالليل هات. وين كان عم يقصفوا؟ مين كان عم يقصفوا؟ الجيش علي، الجيش. هونيك؟ هونيك ما في حدا، هوني صار يقصفوا بس حشرون هون. وهن وهالبنات بلشوا يصلوا يقصوا علينا لهان، من هون ما حدا كان يقصوا من عنده. من ورا بيتي؟ لا لا، من ورا بيتي ما في شيء، ما كان في شيء من ورا بيتي نهائيا بالمره. وعلمت الجديد أن الملاحق الأساسي في هذه العملية هو حسن عباس جعفر، الذي قتل أخوه علي قبل نحو 3 سنوات على يد قوة من الجيش. وعلمت الجديد أيضا أن حسن قد يكون قد أصيب ووالده إصابة طفيفة إثر عملية الفجر. رشا الكرم، قناة الجديد.